هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان كريم. الحمد لله الذي أعاد علينا هذا اللقاء، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. جاء في بعض الأحاديث والسنن قول بعض الصحابة: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل لمدارسة القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أجود الناس صلى الله عليه وسلم يعني أكرم الناس، بل إن الجود هو درجة أعلى من الكرم. الجود درجة أعلى من الكرم. لماذا كان يجود صلى الله عليه وسلم؟ هل فقط بالمال وهو لا يملك منه الكثير صلى الله عليه وسلم؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عشت مسكينا ومت مسكينا فاحشرني في زمرة المساكين. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بأشياء أخرى غير الصدقات والإحسان المادي بالمال أو غير ذلك. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالكلمة الطيبة. عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته، وما مسست يدا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت ريحا أطيب من ريحه صلى الله عليه وسلم. كان لا يقول إلا الكلمة الطيبة، وهذا جود، لأن الكلمة الطيبة تسري في النفس فتطيبها فتجعلها في أريحية وفي شيء من الراحة الكبيرة بتلك الكلمة الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة هذا جود، أن تجود بالكلمة الطيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جوادا بالبسمة الحانية، ألم يقول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ سبحان الله العظيم، أنت تبسم في وجه أخيك صدقة. أنت لم تقدم له مالا، لم تقدم له إحسانا ماديا، إنما قدمت له البسمة الطيبة التي تروح عنه بإذنه سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جوادا بالمسحة الطيبة. كان له صديق صحابي من البادية اسمه زاهر، وكان دميم الخلقة رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول زاهر باديتنا ونحن حاضروه، يعني زاهر يجيب لنا بعض الطرائف والتحف من البادية ونحن نتحفه بشيء مما عندنا من المدينة. وكان إذا وجد زاهر في السوق يأتيه من خلفه ويغمض عينيه بيديه ويقول له من أنا؟ شكون هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدخل الأنس على صاحبه. ثم يقول من يشتري هذا العبد؟ فيقول زاهر إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، فيقول عليه الصلاة والسلام بل أنت عند الله غال صلى الله عليه وسلم. ما رؤي صلى الله عليه وسلم معبسا قط أبدا. فما لنا اليوم تجد أغلبنا عبوسا قمطريرا بدعوى أنه يحمل هم الإسلام. أأنت يا سيدي أشد حماسة لحمل الإسلام وحمل همه من رسولك صلى الله عليه وسلم؟ السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها رأت مجموعة من الشبان يمشون متثاقلين وقد لبسوا القصير وتعلوهم الكآبة، فسألت من هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء القراء متزهدون مترفعون عن الدنيا. قالت سبحان الله، لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أزهد الناس، ولكنه كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع. أهم أزهد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لا. نعود بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قصير. ليس له مثيل. حتى المسحة الطيبة جود، والصحابة تعلموا من سيدهم عليه الصلاة والسلام المسحة الطيبة. كانوا يتمازحون، كانوا يجتمعون بعد صلاة الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون، ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مرة من المرات بينما كان مجموعة من الصحابة يتناولون شيئا من الطعام، شيئا من التمر وشيئا من اللبن، وكان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يأكل تمرة ويترك النواة أمام
سيدنا أبي بكر يأكل لك عيبة التمر ويخلي العجمة قدام سيدنا أبو بكر. بعد ما فوق الماكلة يلقاو الكمية متاع النواء أمام سيدنا أبو بكر كبيرة. فقال علي بن أبي طالب مازحا: كم أنت أكل يا أبا بكر؟ فالتفت أبو بكر وقال: لست أكولا، إنما الأكول من أكله بنواه. وين عجيماتك أنت يا سيدي؟ أما أنهم عجيماتي موجودين. الأكول هو الذي أكل التمر بنواه مسحة طيبة، هذا جود. نعم، والجود حتى أنك لا تؤذي المسلمين. جاء سيدنا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: يا رسول الله، علمني شيئا ينفعني الله به. تعرفوش ايش قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالوا صلي وصوم وحج وزكي، ايش قالوا؟ قالوا صلى الله عليه وسلم: انظر الى ما يؤذي المسلمين في طريقهم فانزعه عنهم. سبحان الله العظيم، ايش قولكم فيها الجود، فيها الكرم. يولي الكرم والصدقة، الكرم بالتصدق بالمال، أمر جزء من هذا الجود والكرم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن طريق المسلمين شعبة من شعب الإيمان؟ وهذا جود. يولي الجود الآخر جزء ضئيل من الجود الأعم. وهك علاش كانوا الصحابة يحرصوا باش يكون جودهم بالمال جود عظيم في درجة كبيرة، حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت قبل أن تعطي الدرهم للسائل تغمسه في المسك ثم تعطيه إياه. فسئلت: يا أم المؤمنين، لماذا تطيبين درهمك قبل أن تعطيه للسائل؟ فقالت رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صدقتكم تقع في يد الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع في يد السائل، وأنا أريد أن تقع صدقتي في يد الله طيبة. فسميت رضي الله عنها بالمطيبة. أليس هذا جود؟ جود من أعلى الجود. من أين تعلمته؟ تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الجود أيها الأخوة الكرام، أن يجلس الصحابي عندما يريد أن يتصدق على فقير أن يجلس ويترك الفقير واقفا. لماذا؟ حتى تكون يد الفقير أعلى من يد الغني، لأنه سمع رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. متى يكون صلى الله عليه وسلم أجود من الجود؟ في هذا الشهر العظيم، في رمضان الكريم، يزيد الجود متاعه صلى الله عليه وسلم. وعبر عليه الصحابي وقال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. الريح المرسلة هيك الريح اللي تهب وتجيب الخير، تجي مرسلة بالخير، وعادة ما تكون قبل نزول الغيث. فكأنه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر كالريح المرسلة التي تسبق الغيث وتسبق الخير بإذنه سبحانه وتعالى. متى؟ عندما يلقاه جبريل ليدارسه القرآن. كان يدارسه القرآن كل ليلة، يراجع معه. ونحن نعلم أن مخالطة الصالحين والجلوس معهم يؤثر في الإنسان إيجابا، فيجعله يتشبه بهم
تشبه بالكرام إن لم تكن مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح، من عاشر العطار نال طيبه، ومن عاشر الفحام نال السواد. وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.